فما حتى زوري حتى انا بس نلوج على الجو. نعم. زي مولود وجودي هنا هو لوج على الجو علاش انا خرجت قاعد وجود. بالنسبه للسيرتو اللي قالوا علاش تكلم كان تو. الناس مش مبغاش اللي كان انا في ابريل 2012 خرجت في لقاء في حوار في قناه الحوار حوار تونس لمده ساعه وربع قلنا فيه اغلبيه النقاط اللي ذكرناهم في الندوه. من بعد كيف الشروح حكينا فما في القناه معناها في بعض الجرائد الالكترونيه. نعم. الكلام اللي حكيناه معناها مش اليوم مالك ولا حكيناه. اما المره هذه معناهاش وقت ربما تعدى مور الكرامه. لكن وقت المره هذه ولا الناس كلها قاعده تعمل. النقطه الثانيه هي حكيت يقول انه تعصب على بعض الزملاء الكل. احنا الامن الجمهوري والمعناها وظيفه نحن يفرض علينا ان نكونوا يعني نكون نتبقى قانون الناس الكل. خاطر ثم ناس معناها صحيح حتى احنا بحال انا كرئيس منطقه ولا رئيس فرقه ولا اقليم عمري ما نعزل انا نقوم ابحاث تحل الاداره والتفقديه ويقع من شرف فما مواضيع تحفر فما مواضيع تتحل معناها يقع العز وفما مواضيع تتحل العذاب. نتصور انا نتعزلوا هذوما على الناس اللي يما مورد في القضايا المخدرات يما مورد في القضايا العرش ومعناها ثابت عليه. يعني متهمينك بانك تعصفت على بعض الاشخاص وقتاش هذا؟ هذه في فتره سابقه قبل الثوره ياسين مشيت لها في صيف 2011 احنا في سبتمبر معناها في سبتمبر معناها بدينا نشوفوا بعض بوادر الارهاب في القصرين وكنا اشاك فوا ثم حاجه نعلموا عليها الاداره انطلاقا من معناها في نوفمبر في نوفمبر 2011 ثم لقاح حدودي جاء على اثر ثم مجموعه من اشخاص مهمشين في ولايه سليان ولايه القصرين حبوا يمشيوا لتراب الجزيري مشينا وحكينا معاهم واقتنعوا وسمعوا كلامنا ورجعوا من بعد وقع لقاء مع سيد الوالي وقتها وتفضلوا لي الدعم في الاثنين لقاوا الطرف المقابل هو الجزائريين معناها سوق المدرك كنا مغادي وقتها في 2011 احنا في نوفمبر 2011 حكيوا على الجماعات الارهابيه تتحرك في الصحراء الجزائريه والاسلحه ما تطور معناها اللي تولت معناها رجعت الناس تحكي عليها من وجهي وقت احنا حكينا عليه وهذا علمنا به وقتها الاداره مباشره بعدين ثم عندنا البشير لقينا معناها في سنتر جاسيك لقينا المولوتوف من بعدين لقينا في خنقة الزيتون لقينا جراري ولقينا بقايا تاع اكل، من بعد لقينا في جبل بوربعية في حيدر كيف لقينا من بعد فما جات من الإدارة عرفتنا معلومات أنه فما مجموعة قاعدة ما بين القصرين ما بين سبيطرة وسيدي بوزيد في ثم ديرة خير بغادي، من بعدين ثم معناها كيف علمنا ثم عون مباشرة بعين بالعين بتاعهم مجذرة سيارة فيها الزهريين يتنقلوا في اتجاه العيون الكل، ثم واحد منهم هاز معناها سلاح، احنا الكل نعلم الإدارة. واحنا على مستوانا الجاوي نجم نعمل ناخذ نعمل حملات تمشيط كل هذا نبي الاداره انا نقول علاش نحكي نقول لا ما هذا الجواب هذا انا ما نقدرش تعاود باقي شكايه اخرى وهي توا هذه جاريه لدى المحكمه العليا الاداريه لهنا انا نسال نقول احنا نخدم معناها في ثانيه واحد يخدم في عند فلاح يخدم فلاح في فلاحه يخدم في حاضره في شانتي يبرم شي روح احنا رانا تكوننا هاي الدوله خسرت علينا منين خسرت علينا تربصات في كوبا وعندنا خبره ونحبوا بلادنا شو معناها جيت تقول يخرج علاش علال عرفتني علاش؟ واذا كان انا غلط ولا عملت حاجه يا اخي انا ريزي هذا عادي المحكم اللي معناها هذا اللي يقول المواطن العادي ما يعرفش الخلفيات والداخل ما نعرفش انا بيتي كان ما نعرفش في بيت المواطن العادي مش قلت هذا بالفعل راه سارق ولا راه عمل حاجه وهذا الشيء اللي معناها اللي اثر لي على حياتي على عائلتي نعم معناها انا ولدي السيد علي العريض معناها السيد وزير الداخليه وقتها اعطاه جائزه خاطر نجح في البكالوريا بتفوق العام من بعد في الجامعه في من بعد انا خرجت من هنا ولد مشى للجامعه ومعناها ينجح ما ينجح في السيف معناها مورالمون اللي موريزي بو علاش خرجوه انا نسال تو نحب نعرف علاش انا حتى تقعد مانيش باش نسكت معناها مش نقعد نطالب بالحق بالنسبه لسيد وزير الداخليه الحالي انا نقدم على بحكم عملي معناها تحت امر وقت هو كعدل وقت هو كسيد الجمهوري واحد دقيق ونخدم انا معناها مامور الضبط العادي في الكاسينو في مورستين نعرف كوريكت حقائقي نطلب منه باش يحل هالملفات هذه ويشوف ويعطي كل واحد حقه